ده شكل العباية في الاخر خالص زي ما انت شايفة اهو، اتعملت العباية بطريقة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة، وصدقيني هتستفادي العباية من الصفر، تفصيلة وخياطة عباية من الصفر بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق لك والاشتراك في السلام القناة. عليكم، ازيكم يا مرمور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بعبايه جميله قوي وشيك جدا جدا. العبايه دي عبايه خروج بطريقه سهله وبسيطه قوي. العبايه معموله بطريقه جديده وحبيت ان انا اعملها معاكم لان هي حلوه قوي. بصوا بقى، اول حاجه خالص معانا البنطلون الاساسي، هو عادي ما فيهوش اي حاجه خالص ولا في اي تعديلات. البنطلون الاساسي هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف مشروح بطريقه جميله في فيديوهات سهله قوي قوي وبسيطه. ممكن كمان تلاقيه بمقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة، انا عاملاه بكذا مقاسات. اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هترسمي اجمل البطرون ده كمان، بس اهم حاجة انك هتغيري المقاسات وتبتدي ان انت تشتغلي على المقاسات بتاعتك انت. تمام؟ طيب دلوقتي نيجي بقى اول تعديل معانا، ان احنا هنبدأ نطول العباية بتاعتنا من تحت من عند الدير، وهنبدأ نطول كده. تعديلات هعملها باللون الازرق. تمام؟ وبعدين التعديل المهم بقى اللي هنعمله في الامام، ان احنا هنبدأ نشيل حردة الرقبة دي كلها كده. بس واحنا بنشيلها لازم نقيس المسافة اللي هي فيها حردة الرقبة اصلا، يعني نشوف المسافة دي قد ايه. المسافة دي معانا بالظبط 3 وحوالي 2 ملي او ملي، يعني 3 و2 ملي. تمام؟ فاحنا هنبدأ ان احنا نيجي واحدة واحدة كده، وهنعمل نفس 3 و2 ملي من هنا، ونفس 3 و2 ملي من تحت. تمام؟ ونفس 3 و2 ملي من تحت خالص. كل ده ليه؟ عشان خاطر لما نيجي نقصها تتقصى بطريقة سهلة وبسيطة. تمام؟ هنبدأ نيجي بقى من هنا ونروح جايين مايلين الزاوية بتاعت التلاتة. بصوا انا عملتها كلها على نفس النقطة كده بنفس الشكل ده كده، وبعدين هنيجي من تحت خالص ونروح موصلين بنفس الشكل ده. تمام؟ بعد ما وصلت كده هبدأ ان انا اشيل الجزئية دي. طبعا ده في الامام مش في الخلف، بس مش هنعمل في الخلف حاجة خالص زي كده. وبعدين هنبدأ ان احنا نقص واحدة واحدة. تمام؟ واطلع على مفيش كده عشان اخد بالمرة بتاعت الكتف معايا اهي، واروح جاية ماخده زاوية الرقبة، وابتدي افصل الخلف عن الامام. هبدأ افصل الخلف عن الامام كده، وادي الخلف معايا لوحده بعيدا خالص عن الامام، وافصل الاجزاء دي. وبعدين اروح ماخده بقى الجزئيه بتاعت حرده الرقبه الاماميه عادي خالص. تمام؟ وبعد ما خدت الجزئيه بتاعت حرده الرقبه الاماميه، بس طبعا ما اتخدتش كلها، فاحنا نبدا ناخدها كلها ونشيل اي فراغات. وبعد ما خدناها كده بالشكل ده، نبدا ان احنا نشيلها بقى كلها من اولها لاخرها. تمام؟ طب بعد ما بنشيلها يا مريم بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بتغيري الجزئيه اللي في النص دي زي ما موجود في الصوره. يعني مثلا لو العبايه بتاعتك معموله من القماش العادي والجزئيه دي حابه تغيريها، ممكن تغيريها تبقى جينز على حسب، ممكن تغيريها تبقى اي لون اي نوع تاني خالص. تمام؟ فاحنا هنبدا بس نشوف تركيبها ازاي الاول، وهنجيب كده اهو كده. تمام؟ ومن هنا هيبقى تركيب حرده الرقبه اللي انت شايفاها دي اهي، تكملتها كلها من هنا يا جماعه. تمام؟ اهي زي ما انت شايفه كده. طيب دلوقتي بقى، وطبعا في هنا سوسته، السوسته دي هتبقى بمقام المرض. تمام؟ هنبدا ان احنا نغيرها للون تاني غير اللون ده عشان احدد لك ان هي اتغيرت. فهبدا اجيب التصميم بتاعي ده او الكلفه بتاعتي او اللون الازرق بتاعي على حسب مهما كانت القماشه اللي انت هتغيري بيها. هركب بس الاجزاء دي كده على جنب، وهبدا ان انا اجيب الدبابيس بتاعتي واحده واحده، والاجزاء ركناها طبعا على جنب. وهنيجي من هنا كده ونروح مدبسين اول دبوس هنا، وبعدين هنيجي نمشي شويه كمان تحت ونروح فاردين، اهم حاجه نفرد، ونروح مدبسين كمان دبوس في النص هنا كده، بس طبعا نفرد. افردي افردي خالص. وبعدين هنكمل لحد تحت شويه كمان ونبدا نكمل. تمام؟ وبعدين بعد ما دبستها كده في الشكل ده، هبدا ان انا اقص واحده واحده
وده اللي انت هتعمليه مع اي نوع قماشة تاني مختلف. ده اللي انت هتعمليه مع اي نوع قماشة تاني مختلف. تمام، ثانية واحدة بس. وبعدين هنيجي من هنا بقى ونروح شايلين حردة الرقبة بتاعتنا اللي احنا كنا شايلينها اصلا اهي. تمام، انا عملتها من الكرفة لان دي الورقة الوحيدة معايا اللي متلونة وعريضة في نفس الوقت تستحمل الموضوع ده. ان شاء الله هبقى نعمل نفس الكرفة دي تاني او الوانات تانية مختلفة. تعرفين بنحب نجدد الموضوع ده اهي، وهتبقى بنفس الطريقة برضو اهي كده. تمام، نركن بقى الاجزاء دي كده على جنب ونجيب الشكل بتاعنا الاساسي، نطبق كل ده وخلاص بقى مش محتاجينه تاني. تمام، وهنبدأ نفك كده الدبابيس. وده الشكل ده طلع منه ده. تمام، طيب دلوقتي هنجيب بقى العباية بتاعتنا، نبدأ نحط العباية في الوضعية الصحيحة بتاعتها. نبدأ نقلب دي كده عليها بنفس الشكل ده، ونبدأ نقفلها الأول من تحت وبعدين نشوف من فوق. تمام، نيجي من تحت كده. تمام، ثانية واحدة، ونكمل برضو من هنا كده. بصوا في الحتة دي بقى بالذات ناخدهاش لحد الطول ايه اخير، لحد المجرى الاخير بتاعها. تمام، وبعدين هنيجي من هنا وهنبدأ نقفل كده. ثانية واحدة بقى، وهنيجي من هنا كده كده. تمام، وهنبدأ ندبس الفراغات اللي في النص عشان لما نيجي نقلبها انا مش عايزه الكتف التاني معايا خالص. الكتف مش من حقه انه التاني اصلا، الكتف مش من حقه انه التاني. هتقولي لي ليه يا مريم؟ هقول لك، لان انا ما جيتش ناحيه الكتف اساسا، انا جيت كل شغلي بصوا في الاتجاه ده. اما الاتجاه ده في ايه اللي حصل فيه بقى؟ الاتجاه ده خلاص اهو كده. نبدا ندبسها. طيب لو دبسناها هتبقى جايه مفتوحه؟ اه هتبقى مفتوحه برضو، فاحنا ندبسها طالما هي عايزه تتدبس كده. من هنا بعيد شويه عن الطرف وهو كده. ده الشكل يا جماعة المبدئي بتاع العباية. طيب بعد ما عملت كده يا مريم هتعملي ايه تاني؟ هقولك هعمل ايه تاني. هبدأ ان انصف الكلفة اللي انا عملتها او ايا كانت اللي انا هحطه في النص هنا، وهبدأ ان انا انصفه. تمام، هنصفه ليه؟ طيب عشان احط فيه مرات. ثانية واحدة، نبدأ ننصفه من عند حردة الرقبة عشان نحط فيه مرات كده بالشكل ده. وهنبدأ نجيب بقى جزئيتين ونحط فيهم المرد بتاعنا، وهنعمل المرد كده اقص المرد 2 سنتي اهو مرد. تمام، هبدأ اركب المرد في اول قطعة وبعدها هركبه في تاني قطعة. طبعا العباية دي هتنفع لكل المقاسات، عباية تنفع لكل المقاسات نفس الصورة ونفس الشكل. ثانية واحدة بقى، هنيجي من هنا كده وهنبدأ ان احنا نركب المرد بتاعنا. هركبه وارولك. بصوا يا جماعة دلوقتي انا ركبت المرد في الاتجاهين اهم، زي ما انت شايفة اهم في الاتجاهين ركبت المرد. هبدأ بقى اجيب الخلف بتاعي واركب فيه الامام ده. تمام، هوريكي بقى الخلف. ادي الخلف اهو يا جماعة مقفول. طبعا المفروض ما يكونش ان اتاخد من المقاسات خالص اي حاجه. يعني ايه يعني يا مريم؟ اقول لك يعني من الكتف هنا كده مثلا نركب الكتف على الكتف،
يطلع لي مظبوط، ما يطلع ليش ناقص. تمام كده. بالنسبة بقى للجناب يطلع لي برضو مظبوطة وما تطلع ليش ناقصة. تمام. ادي اهو الجنب، اهو ركبنا الجنب الاولاني، هنبدأ نركب التاني اهو، واحد اكبر من واحد اهو. ثانية واحدة. تمام. وهنبدأ ان احنا نقفل. ثانية واحدة بس عشان هنبدأ ان احنا نقفل كده الشكل ده بتاع العباية. انا عايزاها ما تبقاش مشكلة ان في جزئية اتاخدت من الامام. الجزئية دي بسبب الفرقات الخيط اللي احنا عملناها دي، بسبب فرقات الخيط اللي احنا عملناها دي. ليها حل؟ اه طبعا ليها حل، وحل سهل قوي، هوريكم الحل دلوقتي. حل بصوا يا جماعة، ده شكل العباية النهائي، هوريهولك بقى. ثانية واحدة هنقفله، ثانية واحدة هنقفله بالدبيس بقى واحدة واحدة كده. وهنيجي من هنا اول حاجة من عند الديل تحت كده، هنبدأ نقفل، نحط المرد كله على بعضه اهو كده. ثانية واحدة معانا طبعا الجزئية دي اهي، هنبدأ نبدأ من فوق كده واحدة واحدة، هنقفل كده. طبعا هنا المشكلة ان المرد ما كبرتوش شوية، يعني خليته على مسافة ايه، مسافة نفس المسافة بتاعته، فانا المفروض اكبر المرد شوية، فده المشكلة بقى اللي حصلت معايا ايه هنا ايه، وهتأثر معايا في التقفيل. بس انت بالنسبة لك هتدي الزيادة اللي احنا اتفقنا عليها لما قلنا ازاي تجيبي كمية القماش. طبعا قلتلك على الزيادة اللي هتجيبيها لأي تصميم انت حابة تعمليه، لأي تصميم انت حابة تعمليه. ثانية واحدة بنفس الشكل ده. تمام. في الاخر خالص يا جماعة ده شكل العباية. ثانية واحدة اوريكم بس الشكل بتاعها هتعمل ازاي. بصوا شكل العباية النهائي اهو، شكل سهل قوي قوي، بسيط زي ما انت شايفة اهو كده. شكل العباية في الاخر خالص زي ما انت شايفة اهو، اتعملت العباية بطريقة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة، وصدقيني هتستفادي العباية من الصفر، تفصيلة وخياطة عباية من الصفر بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين، ياكم الجمهور في الدنيا. مع تحية تعليم الخياطة مريم احمد في امان الله.